وأكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي. برضو السؤال بتاع سد النهضة، يعني أنا عايز أقول لك إيه أو أقول لكم كلكم، إحنا خدنا في مسار سد النهضة مسار دايما دبلوماسي والتفاوض للوصول إلى حل ليه، وده الهدف كان منه، إن دايما إن إحنا لما يكون في أزمة أو في مشكلة نلجأ في علاجها إلى حاجتين، الصبر والتفاوض، ثم كمان إجراءات نعملها إحنا كمان على مستوى بلدنا عشان نبقى ما فيش نقطة مية تبقى موجودة في مصر إلا ما ممكن نستفيد منها بشكل كويس. ولو أنتم متابعين أو معرفش يعني هتجدوا أن إحنا مثلا محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعي، الهدف منها إيه؟ الهدف منها أن نخلي المية زي المية اللي قدام مني كده وتستخدم للزراعة مرة تانية. وإحنا عملنا لغاية دلوقتي محطتين رئيسيتين، هما المحطتين الحقيقة في سيناء المحسمة بحر البقر، لكن في المحسمة اللي هي اللي قدام الإسماعيلية دي حوالي يعني مليون متر، والتانية حوالي 5.6 مليون متر. أنا بكلم كل ده في اليوم، ودول إحنا افتتحناهم وانت شفتوهم. في محطتين إحنا شغالين فيهم تانين، فده عبارة عن جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المية الموجودة عندها واستخدامها أكتر من مرة، ويمكن تكون دي نفقات علينا لكن إحنا بنعملها، ثم تبطين الترع، ثم الزراعة الحديثة وإلى آخره. يعني إجراءات الدولة المصرية في إن هي تعمل أمن مائي من المية اللي موجودة عندها إحنا شغالين فيه، ويمكن بقولت من شهر ولا اتنين وأكدوا معاكو إن إحنا يمكن هنكون من أوائل الدول اللي في العالم اللي بتستفيد من المية وبتعمل لها معالجة، من أوائل دول العالم، يمكن نكون أول أو تاني دولة في العالم بتعمل البرامج ديت. طيب هل الموضوع بتاع سد النهضة إحنا متحركين فيه؟ متحركين فيه، بس بهدوء، بس بتفاوض. ودايما أقول الكلمة دي، بختم بيها كلمتي، دايما أقول لكم الأمور ما بتتحلش بالصوت العالي، الأمور بتتحل بالقدرة والعمل والصبر. في الآخر مية مصر دي أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي، ومحدش هيمسها إن شاء الله، بهدوء خالص. وتناول سيادته جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة.